فيديو النهاردة هو فيديو تقليدي كده، الناس كلها بتعملها وأكلة معتمدة عندنا في البيوت، بس تعالوا جربوها المرة دي بطريقتي. هعمل معاكم صينية بطاطس بالفراخ بالزبدة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدأ متنسوش اللايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. هضيف البهارات ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبهارات مشكلة، وبعدين حطيت زبدة، يعني حاولي تكتري زبدة شوية، هي أساس الصينية إن تبقى نكهة الزبدة طاغية شوية. وبعدين حطيت بهارات إيطالية أو زعتر متوفر عندك بس، واخلط المكونات دي كلها كويس جدا. هي طبعا حاجة سهلة وخفيفة جدا معانا، مش هتحتاج مننا تتبيلة كتير أو كده، ولا تحتاج إن هي تقعد في التلاجة كتير. هي الزبدة أساس نكهة الصينية دي، وبس اخلط المكونات لحد ما يبقوا بالشكل ده. اجيب بقى الصينيه بتاعتنا، احط فيها طبقه كده من الخليط اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي ده اللي هو التتبيله، وبعدين بقى ابدا ارص بقى الخضار بتاعنا. حطيت شرايح من البصل بالشكل ده كده، وزعتها بالشكل ده في الصينيه، وبعدين حطيت البطاطس. حطيت بقى شرايح من الطماطم، هنا طماطمية واحدة او طماطمتين بالكتير، تقطعيهم شرايح بالطريقة دي. وبعدين حطيت شرايح بصل تاني. طبعا رص الخضار ده زي ما تحبي، بطريقتك اللي انت بتحبيها رصيها. وحطيت بقى الشرايح من الطماطم، وبعدين حطيت، حبيت احط الفلفل كده في الاخر، بهارات صحيحة، ورق لورا وعود قرفة. وحطيت كده على الخضار رشة ملح ورشة فلفل اسود، وبعدين اجيب الفراخ بتاعتنا كده، بكون غسلها كويس جدا ونقعيها النقعة بتاعتنا اللي كنت صورتها معاكم قبل كده، وابدأ بقى ايه ادلكها كده بالصوص اللي احنا عملناه، بالتتبيلة اللي احنا عملناها، ادخلها كده تحت الجلد وفوق الجلد، يعني ادلكها كده كتير. بس الصوص بقى اللي هيتبقى معانا بحط فيه كوباية مية واقلبها كده كويس، بحيث انزل كل الصوص في المية دي، وبعدين انزل بيها على الفراخ في الصينية واغلفها بقى بالفويل، وادخلها الفرن لمدة 45 دقيقة اقل حاجة على حسب نوع الفرن بتاعك. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة، وجربوها وان شاء الله هتعجبكم.